هاي جايز، طبعا اليوم وصلت طلبيتي من شي ان وبرويكم وش اشتريت. اول شي طلبت هذه التوت باك، مره تجنن وحجمها مره مناسب. وطلبت هذه الادراج، مره 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 يعني بصراحه مره عجبتني، مره حلوه. وهذا الستاند للاساور اللي اسويها، يعني احطه هنا الاساور، يعني هو كذا عليه قماش. طلبت هذا السلك الحديدي عشان اسوي خواتم وتعليقات كذا يعني. وهذا الكفر مره حلو، مره مره مره، بس فتحته يعني ولونه ازرق مره حلو. وهذا اللؤلؤ طلبت منه اثنين، وهذا اللؤلؤ بس حجم اصغر. وطلبت هذولي بس طلعوا مره مره صغار، شوفوا مره صغار. المهم انهم صغار بس يعني حلوين. وهذول الحلقات الذهبية عشان اسوي تعليقات، يعني اثبت فيهم. وهذا الفراشات للقلادات وكذا، يعني مرة حلوين، مرة 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 مرة. وتعليقات للنظارة، حروف سوداء بس يعني هنا في كذا داخلها ذهبي. وهذول طلبتهم مرة ثانية لأن يعني حقاتي خلصوا، فطلبتهم مرة ثانية. والخرز الأبيض هذا الصغنون شكله يلا يدخل بالخيط، نجرب بعدين ونشوف. الورود وهذه تعليقات. هذه الملصقات طلبتهم مرة ثانية لأن مرة حلوين، مرة 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 من جد، يعني من جد ما أمزح معاكم، مرة حلوين. طلبت هذه الإضاءة بس أنا قاعدة أصورها لكم، طبعا هي مو بشحن ولا بطارية، يعني تحطونها بالكهرباء، بس السلك حقها هذا طويل يعني عادي يوصل للأرض. وفيها يعني درجات، شوفوا أول شيء نعلم هذا، لحظة، هذا وهذه وهذا، تقدرين تنزلين. اوكي سوري بس انقطع الفيديو. في منها درجات تقدرون كذا تنزلون عليه وترفعون عليه، في هذه وهذه تنزلونها وترفعوها، مره حلوه. بس والله ان شاء الله عجبكم الفيديو. باي.